لحق بي عبر الهاتف متابعينا الأكارم البروفيسور عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بروفيسور أهلا بك معنا مساء الخير. مرحبا مساء الخير لكل المشاهدين. أهلا بك. شكرا. طيب رئيس الجمهورية وفي رسالة قرأها نيابة عنه الوزير الأول قال بأن المجتمع المدني الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة وهو يلعب الدور موازي بالنسبة للحكومة، فأين تكمن أو أين يكمن دور المجتمع المدني اليوم، وهل حقيقة سيرقى لأن يكون أو يحقق استقامة الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنئ المجتمع المدني، أهنئ أعضاء المجتمع المدني وقلبه الناضر الشباب الذين بهيكلتهم ضمن هيئة دستورية استشارية أو هيئتين، الإعلام الشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. هذا تم استجابة لرؤية استراتيجية تجعل منهم كما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية قوة اقتراح، شريك فاعل، له فاعلية في المجتمع، وفي النهاية ركيزة في بناء جزائر جديدة. من الطبيعي أن تعطى مكانة للشباب وللمجتمع المدني ككل، لأنه المجتمع في شكل منظم، ذلك هو المجتمع المدني. نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان نعتمد كثيرا كوسيلة كواصلة بين المجتمع المدني أو المجتمع بشكل عام ويمثله المجتمع المدني من جهة، والسلطات العليا، السلطات العامة في الدولة. ولذلك الدور الذي يلعبه المجتمع يجب أن نحركه نحو الأعلى لمزيد من المشاركة، وكلما زادت قوة المجتمع المدني زادت قوة حقوق الإنسان. بالنسبة لي أتكلم أيضا باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهنا بدون شك كلما زادت حقوق الإنسان كلما نقص الفساد، كلما تقدمنا على مسار أو في إطار مسار إصلاح الدستور الكبير الذي أتى به الدستور 2020، وخاصة في مجال، أنت تعرف أن مجال حقوق الإنسان استحوذ على أكثر من نصف الإصلاحات الكبرى التي أتت في دستور 2023، وقلب حقوق الإنسان هو المجتمع المدني. إذن إذا استطعنا أن ننظم المجتمع المدني أو استطعنا أن نحرك هذه التنظيمات الموجودة ونسقت بالشكل المطلوب مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذا الثلاثي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، سيشكل صورة، والمقررين الخاصين الذين أتوا من جنيف في المدة الأخيرة ثمنوا هذه المؤسسات الجديدة التي تشكل بدورها ضمانات لحقوق الإنسان، مما يجعل الجزائر ترفع رأسها أمام المجتمع الدولي كونها دولة محترمة لحقوق الإنسان. طيب. ودور المجتمع المدني يلعب فيها الدور المطلوب منه كاملا، وخاصة كما قلت في البداية قلبه الشباب، لأننا نعتمد في المستقبل على الشباب. هناك من يعطي حقوق الشباب، لأننا نتكلم كثير على حقوق المرأة، حقوق الطفل، ولكن في نحن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتهيأ لإفراد مكانة خاصة لحقوق الشباب الذين هما قاطرة الأمة، خاصة إذا كانوا جامعيين من باب أولى. طيب بروفيسور، المجتمع المدني اليوم وفي رسالة رئيس الجمهورية هو شريك فاعل في تعزيز المواطنة، لكن خلينا نتحدث على دور المجتمع المدني الحقيقي في خلال هذه الأربع سنوات التي مضت، فهل وصل إلى ذلك المسعى الذي كنا ننتظر منه، ألا وهو المشاركة في الحياة السياسية واتخاذ القرار وصناعة الرأي؟ أعتقد هذه هناك جوانب نقص، ولهذا جاء الدستور، ولهذا تأتي الآن القوانين التي تطبق الدستور. فكلما أتت قوانين جديدة، أنا ذكرت أن السيد رئيس الجمهورية مرة يتكلم مع الولاة أعتقد وقال لهم ولا الحكومة أو غيرهم، كل كنا في مجمع كبير مؤتمر كبير كان يوجه الكلمة ويقول لهم لا شيء يهم الشباب إلا
ويستشار فيه المجلس الأعلى للشباب، ونفس الشيء مرصد المجتمع المدني، ونفس الشيء المجلس الوطني للاقتصاد. فالمجتمع المدني أعتقد يعني جوابا على سؤالك أن هناك في الماضي نقص كبير من حيث التنظيم والفاعلية. يعني إحنا مثلا كيجاو المقررين من جنيف على فول ومدام لولور اللي مكلفين الآخر بالمدافعين عن حقوق الإنسان والآخر عن حرية الجمعيات والتجمع السلمي إلى آخره، لاحظوا حاجة أن عندنا أنا قدمت لهم وثيقة حول علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمجتمع المدني وكيفاش راه الهيكل وكيفاش يخدم، لكن لاحظوا النشاط والفاعلية محدودة بالنسبة لعدد الجمعيات، لأن لاحظوا وجود أكثر من 130 ألف جمعية، لكن كيف هي منظمة؟ كيف هي مرتبة؟ ما هي أهدافها؟ كيف تعمل؟ كيف تنسق بين بعضها البعض؟ كيف تنسق مع الهيئات الدستورية الاستشارية؟ كل هذا يحتاج إلى مجهود كبير، وربما منتدى اليوم اللي انعقد من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني يعني نقطة أو مرحلة من المراحل، وخاصة بدعم كبير من خطاب السيد رئيس الجمهورية اللي قريته كامل للطلعت يعني الخطوط العريضة تاعه، شفت يعني بما خاصة أثار انتباه كثير مشاركة الجالية الوطنية بالخارج اللي هي ما تنساش نسبة كبيرة من المواطنين الجزائريين المتواجدين بالخارج ويشكلون رافدا قويا في قوة الدولة الجزائرية ثقافة وفكرا وعطاء وتبادل إلى آخره. نحب نقول لك باللي في المستقبل اللي يهمنا كثير هو التنظيم وهذه المبادرات اللي تم كما تعلم والتي ستأتي يعني مبادرات أخرى بعدها بلس يعني أكثر ما ننظم المجتمع المدني ونعمل التنسيق بين مختلف الهيئات أكثر ما نتقدم. فلم يكن الأمر هكذا في الماضي، وأنا عندي تجربة عشتها مريرة شوية من ناحية أنني أذهب إلى الخارج لأشارك في مناقشات في تقارير الجزائر أمام لجنة من اللجان مثلا في إطار الاستعراض الدوري الشامل أو في إطار أنا كنت عضو لجنة حقوق الإنسان العربية في القاهرة. يجي للمجتمع المدني ناقش دائما ما كانش. أنا كنت فكرت حتى عملت راح نعمل مقاريب اتصال رسمي بوزارة الخارجية لنعمل نتعاون في هذا الإطار لكي نجد القنوات التي يشارك المجتمع المدني موجود وبقوة ولكنه غير منظم بكفاية. فكيف يشارك؟ كيف نقدم انتقاداته؟ ما هي الطرق التي يعمل بها لتتقدم الدولة وتكون انتقاداته بناءة في خدمة الدولة الجزائرية؟ إذن المهم هي قضية التنظيم، هذا اللي حبيت نقول عليه. وأنا شخصيا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعمل جهدا كبيرا في هذا المجال من أجل أن نصل بالتنسيق مع الأجهزة الموجودة، مع الهيئات الدستورية الموجودة، مع جمعيات المجتمع المدني التي هي في اتصال مباشر يومي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. التنسيق هذا كامل يخلينا نتقدم خطوات إلى الأمام، ونرجع إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة. وإذا عملنا اليد في اليد الجزائر الجديدة في أجل منظور إن شاء الله. شكرا. طيب سؤال أخير وفقط وفي عجالة بروفيسور حتى لا نأخذ منك وقت كثير، محور نقاش هو أو شعار هذا المنتدى المنظم بقصر المؤتمرات هو الحوار، المواطنة والتنمية، فما دور اليوم المجتمع المدني في الجانب التنموي؟ نعم، أنت التنمية هل توجد حقوق إنسان بتنمية؟ هل يوجد مجتمع أصلا بدون تنمية؟ الدول الإفريقية اليوم مثلا مشكلتها الرئيسية هي التنمية. لكي ننمي حقوق الإنسان، لكي ننمي المجتمع، على من نعتمد؟ نعتمد على الشباب، والشباب ككل هو يعني كان قلب النابض للمجتمع المدني. المجتمع المدني معناه كل واحد بالدور المنوط به، سواء في جمعيات حماية البيئة، أنت شايف الآن البيئة مثلا والحق المواطن في البيئة، والبيئة بوجه عام مؤتمرات عالمية تنعقد، ويعني السيتيوكاسيون داكتيفيتي يعني مساله مطروحه علينا اليوم بقوه. فكره مثلا البيئه، فكره المجتمع المدني كيف يقدر يلعب دوره. تصور انت عندنا مشكل كبير انا كاتبه في التقارير تاعي لتظهر مستقبلا اللي هي عندنا العنف مثلا. نحن مقبلون على مراحل الأمن الجزائري يعيش مشكله العنف. انا حتى حاولت المرور سميتها العنف المروري. اليوم انا سمعت منذ يومين ذا شيء حوادث اللي توقع غريبه نوعا ما، سميتها انا العنف المروري. يعني
لازم إعادة النظر جذريا، إعادة النظر جذريا في مسائل مثلا السياسة، في مسائل تربية المجتمع، ربما في المدرسة الابتدائية يعلم التلميذ الاحترام من جديد، احترام الآخر وترك المسافة بينه وبين الآخر، والهدوء والتحذر وكل هذا. لأن أنا نشوف ليش حوادث هذه عارضة هكذا أو نقص آلة فقط، قد تكون نسبة من هذا، ولكن هذه مشكلة العنف. مثل المجتمع المدني يلعب فيها دور كبير في الإحياء، احنا نتكلم مثلا عصابات الإحياء، نتكلم على مسائل كثيرة نجابها، هذه تحديات المستقبل لو ما يرفعهاش، لأن الحكومة لا تستطيع أن تدخل داخل المجتمع وتدخل في تفاصيله. مناطق الظل يلزمها مجتمع مدني قوي يرفع الطلبات عن طريق مجالس مثل مجلس رصد المجتمع المدني أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو وسيط الجمهورية وما إلى ذلك من المؤسسات التي عملت بانسجام ونظام. سنتقدم خطوات الأمام. وأعتقد أن الجزائر حينما ظهرت في السنوات الأخيرة وفي الأيام يعني الشهور الأخيرة بأكبر مؤشرات التقدم، هذا يدل على جهد كبير يبذل الآن في الجزائر من مختلف الأطراف. الباقي فقط أننا نفهم بعضنا البعض، نحن الجزائريين يعني نعمل نفهم بعضنا البعض ونتكلم لغة صراحة. أنا لما جتني المقررة تتكلم لي قلت لها شوفي باش نتكلم معك في حقوق الإنسان نبني الشيء على الحقيقة، ما كاينش الكذب. إذا نحن في الجزائر كل شيء مبني على الحقيقة ونبني أيضا على حسن النية. وسردت لها بعض الأمثلة نتاع بلي كذب، قلت لها مثلا أنا لا أتلقى كثيرا، فتحت أبواب المجلس بقوة لكن لا يأتيني كثير من مما يسموا أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان، لأن يعرفون سأتكلم معهم الحقيقة والحقيقة الجزائرية. إذا تريدون حرية التعبير وتريدون فلنكون أيضا مسؤولين، لأن المبادئ الأمم المتحدة مثلا تتكلم عن المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا جزئية واحدة أخرى باش يعني خرجت لك ربما من الموضوع، ولكن بتنربط الموضوع. هذه المبادئ تقول هي ذاتها تقول المدافع عن حقوق الإنسان يجب أن تتوفر فيه مواصفات كذا وكذا وكذا، ومنها المسؤولية، ويجب أن يتفاهم مع السلطات العمومية وينسجم معها خدمة لمجتمعه. شكرا جزيلا لك بروفيسور عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف في هذا الملف. جزيل الشكر لك.